مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا. بيقولوا القلب وما يهوى، ولكن تصلب بالشرايين هي حالة صحية خطيرة، حيث تحدث الإصابة عندما تصبح الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى طبقة سميكة، مما يمنع تدفق الدم في بعض الأحيان إلى الأعضاء وأيضا الأنسجة. طبعا حسب الأطباء ممكن يسبب تصلب الشرايين بحدوث جلطات دموية على باقي أعضاء الجسم، خاصة أنه في عوامل عديدة مؤثرة وبتزيد من خطر الإصابة، مثل ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية بالدم، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، النظام الغذائي غير الصحي، وطبعا عدم ممارسة الرياضة. طبعا سنتحدث أكثر عن تصلب الشرايين أو ما يعرف أيضا بالقاتل الصامت. نرحب بدكتور طارق الحسن، اختصاصي جراحة القلب ورئيس قسم جراحة القلب في مستشفى برجيل أبوظبي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. هلا. أمراض القلب كثيرة، واحد من هاي الأمراض هي تصلب الشرايين. إذا حابين نعرف أو نبسط هذا المفهوم للجمهور، ما هو تصلب الشرايين؟ بطريقة بسيطة، الشرايين أو كل شرايين الجسم تتكون عادة من ثلاث طبقات، ما عدا يمكن شريانين في الجسم. الطبقة الداخلية للشرايين هذه عبارة عن طبقة هي نوعا ما مسامية ومرنة جدا، والمرونة فيها يعني من خلقة الله سبحانه وتعالى جعلها تتناسب مع الظروف اللي يجد فيها الإنسان، يحتاج ضغط دم أعلى، يحتاج ضغط دم منخفض، فهي لها مرونة وتتمدد مع كل نبضة قلب وتنكمش مرة أخرى للمحافظة على ضغط الدم بعد عملية ضخ القلب للدم. المسامية فيها لها فوائد كثيرة، تنفذ عن طريقها بعد كرويات الدم البيضاء المواد المغذية، لكن مع هذه المواد تنفذ أحيانا دهون، والدهون في جسم الإنسان أو في الدم متعددة الأنواع، منها ما هو يعني صالح لنا ومنها ما هو قد يكون ضار، وتوجد بنسب متفاوتة. بمجرد ما أن تغيرت النسب هذه، هذا أدى إلى ضرر بالبطانة الداخلية لشريان القلب. فبمجرد ما أن تراكمت الدهون خلف البطانة هذه، خرجت عبر المسامات وتراكمت هناك، سببت نوع من الالتهاب. هذا الالتهاب مع الوقت يلتئم ويتكلس، فيؤدي إلى ما نسميه بالصفيحات أو البلاكس بالإنجليزي، اللي هي صفيحات عبارة عن تصلب كلس خلف جدار الشريان، فهي تكون في شكل جزر أو قطع، لكن مع الوقت تمتد وقد تصيب كل جدار الشريان. فهو شيء مرن يتحول إلى صلب مع الوقت. ما هي الأشياء التي تؤدي إلى التصلب في حد نفسه؟ يعني أول مثل ما ذكرنا، زيادة الدهون، وخصوصا الدهون الضارة بالجسم، منها الدهون الثلاثية أو الدهون المشبعة في الدم، تسبب تراكم هذه الدهون خلف جدار الشرايين بكميات أكبر، وهذا يؤدي إلى التصلب في حد نفسه. بس الدهون المشبعة هي مصدرها شو دكتور؟ الزيوت حتى بس اللي عم يشوفنا يعني يفهم شو القصد بالدهون المشبعة. الدهون المشبعة للأسف هي دهون ظهرت حديثا بكميات أكبر، لأنها هي دهون يعني صناعية، هي لما نحاول أن نحول الزيوت النباتية السائلة إلى زيوت أشبه بالزبد أو زيوت صلبة لطعمها أو لإحسان استخدامها في الأكل، فيتم تشبيعها بالهيدروجين، فهذه هي الدهون المشبعة. لما بنقول الزيوت المهدرجة ولازم نبتعد عنها، الزيوت المهدرجة للأسف أسباب العديد من العلل والمشاكل الصحية. طيب ذكرنا التصلب، تصلب الشرايين ما هو أعراضه،
الشخص متى يشعر بعوارض تصلب الشرايين؟ هل يجب على الصفيحات أنه تصير خلاص متصلبة بالكامل أو تباعا؟ للأسف المرض بشكل عام في بداية ظهوره عديم الأعراض. وهذا شيء مؤسف أنه عندما تظهر الأعراض يكون وصل إلى درجة يعني متقدمة. بعيدة أو متقدمة. من هون الاسم القاتل الصامت. نعم هذا صحيح. وفي بعض الأحيان الأعراض تظهر مبكر جدا، وهذا ما نشوفه في الشباب بالذات، اللي هو عند بداية تكون الصفائح الصلبة هذه في جدار الشريان. كما ذكرت سابقا هو عبارة عن التهاب. عندما يبدأ الالتهاب تكون البطانة الداخلية للشريان قابلة للتهتك، فأي ارتفاع في ضغط الدم مفاجئ معها أو أي عوامل يعني ضغط، سواء كان ضغط فيزيائي أو ضغط عاطفي، يؤدي إلى ارتفاع عدد ضربات القلب وضغط الدم، قد يسبب نوع من التمزق في المنطقة اللي فيها الالتهاب، وهذا يؤدي إلى حدوث الجلطات. يبدأ الدم يحاول سد هذا التمزق خوفا من النزيف، فتبدأ خثرة صغيرة وتزيد في الحجم إلى أن تسد الشريان. فهذه أول الأعراض اللي هي الأعراض المفاجئة، عبارة عن جلطة تكون، قد تكون في أي مكان، يعني ما هي شرط أنها تكون في شرايين القلب، قد تكون في شرايين الدماغ، قد تكون في شرايين قرنية العين، قد تكون في شرايين الكلى أو الساق. أحيانا نسمع كثير عن تجلطات في الساق. نعم فهذه الأعراض المبكرة. لكن الأعراض اللي هي الأكثر شيوعا اللي هي الأعراض المتأخرة، اللي هي تنتج عندما يتكرر عملية الالتهاب في نفس المنطقة والتكلس يزيد سمكه، فعندما ينخفض الدائر أو يعني حلقة الشريان إلى أقل عن 70% عادة تظهر هذه الأعراض. بمجرد ما أن نحاول أن نبذل أي مجهود أو أنه يقوم بأي عمل يعني يستهلك أكسجين أكثر، نشعر بتعب. نعم تبدأ تظهر الأعراض. إذا كانت في القلب تظهر في شكل آلام في الصدر أو ضيق في النفس أو نوع من العرق البارد أو الغثيان. إذا كانت في الأرجل تظهر في شكل آلام أو عدم المقدرة على المشي بسرعة، الإحساس بالرغبة في التوقف للراحة. إذا كانت في الكليتين قد تظهر في شكل أعراض ارتفاع في ضغط الدم، تغيرات في مستوى بعض الكيميائيات في الدم. هذه كلها أعراض، لكن كما قلت هي نوعا ما متأخرة، لأن حدث نوع من الانسداد يتعدى عادة 70%. فهي من خلق رب العالمين أنه شرايين ما نحتاج في الوضع الراحة الطبيعي منها أقل أكثر من 25% من وظيفة قطر الشريان. قطر الشريان. نعم عندما ينخفض تحت 70 تبدأ تظهر الأعراض مع قليل من الجهد. الحمد لله. بس هناك علاج دكتور، هذا أهم شيء. نعم هو للأسف هو العلاج يعني يختصر على إيقاف تطور المرض. أما إذا درسنا يعني عملية ترسب الكوليسترول أو حدوث الويحات على سطح الشريان، هذه للأسف ما لها علاج للآن. يعني إذا وجدت الصفيحة على جدار الشريان هي لن تزول أبدا. هي نفسها اللي بركبوها بركبوا لها شبكية دكتور؟ نعم تركب الشبكيات، هذه علاجات لإزالة التضيق الناتج عنها. لكن التصلب نفسه إذا حدث في منطقة من الشريان لن يزول. كل ما علينا أنه نزيل الأعراض الناتجة عنه اللي هي التضيق نفسه أو الانسداد الكامل للشريان، سواء نلجأ لقسطرة بدعامة معدنية أو دعامة قابلة للامتصاص أو بليزر أو بأجهزة حفر في الشرايين، نعيد سريان الدم إلى طبيعته. نعم. ولكن لا نزيل إحنا الصفيحة، إنما نعيد توسيع الشريان في الحالات جراحة القلب كما يعني يختص شغلي أنا، نلجأ إلى إعادة مجرى آخر صناعي للدم، نعبر عبر منطقة الانسداد ونوصل الدم إلى ما بعد ذلك. طبعا هلأ بعيدا عن المشاكل دايما منعيد ومنكرر، تبقى الوقاية
خير من قنطار علاج، خصوصا في مرض شرايين، خصوصا رجاء الانتباه من المقالي، من المأكولات الدسمة جدا، ممارسة الرياضة، الحركة، والباقي على رب العالمين. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور طارق الحسن، أخصائي جراحة القلب ورئيس قسم جراحة القلب في مستشفى برجيل أبوظبي. شكرا على النصائح، وأدام الرب الصحة على